مساء الخير. نهار اليوم استمر تأثر المملكة بالموجة الحارة، وكانت الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في أغلب المناطق، ووصلت العظمى في عمان 38 درجة مئوية. هاي الليلة بتكون الأجواء معتدلة إلى لا جافة، وبتوصل درجة الحرارة ل 25 درجة، أما الرطوبة 27% والرياح شمالية. غدا ويوم السبت والأحد بتستمر تأثر المملكة بالموجة الحارة، وبتكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في أغلب المناطق، وبتوصل درجة الحرارة بنهار ل 37 وبتنخفض بالليل ل 25 درجة. بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى ليوم الغد في باقي مناطق المملكة. بتسجل درجات الحرارة في إربد 25 وغدا 38، عجلون أجواء صافي 24 وغدا 37، جرش 26 وغدا 38 وأجواء حارة. المفرق 24 وغدا 38، الزرقاء 24 وغدا 39 درجة مئوية. بتسجل درجات الحرارة في السلط 25 وغدا 35، مادبا أجواء صافية 26 وغدا 34، مطار ملك عليا 23 وغدا أجواء حارة و 38 درجة مئوية. البحر المية 32 وغدا أجواء شديدة الحرارة 43، الطفيلة 24 وغدا 33، الكرك 25 وغدا 35 درجة. معن أجواء صافية 25 وغدا 37، في العقبة بتسجل درجات الحرارة 30 وغدا 43، نهاية برويشد 24 وغدا 41 درجة. أما توصيات هامة خلال هاي الموجة الحارة، ينصح بتجنب الإجهاد والتعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، وعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار داخل المركبات المغلقة لفترات طويلة. إذن ملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة: موجة حارة مستمرة وطقس حار في جميع المناطق ورياح مثيرة للغبار في العقبة. بننتقل لدرجات الحرارة في مدن ودول حول العالم. وصلنا لنهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، عودة إليك إخلاص. شكرا مريان.